على النقيض الاهلي، احنا قايلين ان الموسم ده، يعني هل انت تتفق انه ده يمكن من اصعب المواسم اللي مرت على النادي الاهلي منذ سنوات؟ ده واضح طبعا، يعني اي حد يبان الـ فنان الاهلي اول مره يبان بال هقول سوء الاداء ده لفتره طويله. يعني دايما ممكن يحصل ان هو تقعد مثلا اسبوع اسبوعين في مشكله، في اصابات كتير بتحصل، لكن لما يبقى الاداء من اول الموسم لغايه اخر الموسم يعتبر في النازل، وتضطر ان انت تستعين بالناشئين اللي هم ما كانوش بيشاركوا قبل كده برضو، فواضح ان في يعني برضو قصه ان انت عندك ناشئين بعض العناصر كويسه وما بيشاركوش خالص ومش موجودين خالص، فدي برضو علامه استفهام. فده يبان ان في تخبط شويه في الرؤيه. الشركه الراعيه برضو اللي مشيت فجاه، بتبدا المشاكل تبان او تظهر. لما كان الاهلي بيكسب دايما المكسب دايما ما بيوركش انت كويس ولا وحش للاسف، يعني او بيغطي على الوحش فاتمنى ان احنا يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك، النادي الاسماعيلي، الانديه دي انديه مهمه جدا، النادي المصري، نادي الاتحاد، خاصة الأندية الجماهيرية، هي دي الرمانة الميزان زي ما بيقولوا بتاعت الدوري، هي دي اللي بتعلي الدوري، بتعلي فنيات الدوري. أتمنى النادي الأهلي يحاول إن هو يرجع تاني، وهيرجع تاني أكيد، لكن المشاكل في مشاكل كتير قوي فجأة ظهرت. أتمنى إدارة النادي الأهلي تقدر إنها يعني تستوعب وتحتوي المشاكل الكتير دي في الفترة اللي جاية، لأن وجود النادي الاهلي في المنافسه بيشد الفرق، بيعلي من قيمه الدوري، بيعلي حتى من اداء الفرق الثانيه، وده كان واضح حتى الفتره الاخيره ان هم حسوا النادي الاهلي الى حد ما مستواه قلل شويه، فبقى في جراه في الاداء. اتمنى ان الفرق يبقى عندها جراه في الاداء بصرف النظر اللي قدامك ضعيف او قوي. يعني هل انت يعني في تواصل ما بينك مثلا بين بعض نجوم النادي الاهلي او السابقين، او يعني لان هو في الاخر يعني الاهلاويه كلهم كانوا نجوم سابقين او نجوم حاليين، هي كلهم مع بعض، كلهم بيتكلموا مع بعض، كلهم في يعني بيقدروا ان هم ينقلوا المشهد بواقعيه، يعني هم اكتر ناس اكيد شايفين وحاسين بالوضع. فانت يعني انت شايف في يعني بوادر ان احنا نشوف نقله افضل لموسم افضل للنادي الاهلي من خلال كلامك، اتصالاتك مع ناس جوه النادي الاهلي؟ بص، في تواصل طبعا كتير مع ناس كبيره وناس قديمه وناس صغيرين، وبيحصل في تواصل طبعا، وبنتقابل كتير وبنتكلم كتير. لا، النادي الاهلي هيرجع، يعني ما فيش مشكله، هي سرعه الرجوع مش الرجوع. يعني الاهلي نادي كبير، جماهيره كبيرة، متكاتفين كتير الحقيقة جدا. فأنا شايف النادي الأهلي هيرجع، ولكن هي القصة كلها في التضاربات أو تضارب المصالح. في ناس ما بتحبش تسمع قوي يعني، لكن لا، لما الأمور بتزيد، لا، الناس بتبدأ تسمع والناس تبدأ تقرب من بعض للأسف. يعني مش لازم نستنى لغاية ما الدنيا تسوق علشان نبدأ نحل. لو في تواصل على طول، لو في بنسمع آراء ناس كتير على طول، لو ما فيش يعني احنا مصر كلها للأسف عندنا حتة بنحب ونكره، وده صاحبي وده حبيبي والحاجات دي كلها. فأتمنى ان مش القريب بس اللي يتخذ الرأي، يتخذ رأي الصائب، يتخذ رأي اللي بره، يبقى في ناس بتبص لقدام، ناس بتخطط لقدام، وناس بتخطط للنهارده. ما ينفعش كله باصص للنهارده، بصش لقدام. يبقى في نفسي في الصناعه شويه يعني.